في اكتر من احنا كمحاميات اتهنا شتمنا بالاب والام وبازواجنا وفي الاخر واستاذ يقولها قلعكم ملط البلطجي اللي كان جاي لنا ويضربنا ويشتمنا بافظع الشتايم ونتضرب بباسكات الزباله وزميله لينا تتضرب بكرسي حديد. في اكتر من كده ايه تعقيد؟ واحنا بنتضرب وخرجنا رحنا البنات المحاميات يستغيثوا بالشرطه واقول لهم في زميله محتجزه جوه واقفين كانت محتجزه وبتتضرب واحنا بنصوت وبنتضرب وهم شايفين ما تحركوش والباب مقفول على الاستاذه ما نعرفش بيحصل لها ايه. اللي هي حاليا في مستشفى الهلال انا عن نفسي جالي باسكت زباله في دماغي. كل المحاميات والاساتذه اتضربوا احنا كنا بناخد المحاميين من بين ايديهم. الاستاذ اسامه فجاه واحد من هنا واحد من هنا زي ما تكون خناقه في الشارع وكل الاساتذه اللي موجودين تم العرض عليهم تم الاعتداء عليهم. اول ما يشوف موبايل بيصور ما تصورناش يا اولاد كذا كذا وضرب واهانه. بس استاذ اسامه الششتاوي ايه اللي حصل النهارده في وقفه المحاميين داخل نقابتهم نقابه المحامين في وسط البلد النهارده؟ دي الوقفه الثالثه اللي احنا كنا داعيين ليها ضد قرارات عاشور ومجلسه بتجديد الاشتراك. الساعه 1 الساعه 12 تقريبا فوجئنا بان في ناس موجوده هنا بلطجيه ومعاهم كرنيهات محاماه كرنيهات مضروبه حدفوا الاساتذه اللي موجودين بالاسمنت وبالرمل اللي موجودين هنا في النقابه. وفي حدود تقريبا الساعه 3:30 تم الاعتداء علينا كلنا وانا شخصيا اتضربت بالبنيات وفي اساتذه كتير والاستاذ حازم كمان تم الاعتداء عليه وفي اساتذه كتير تم الاعتداء عليهم والاساتذه المحاميات نعتوهم باسوا الالفاظ وخرجنا من النقابه بنجري بعد الاعتداء علينا. توجهنا للداخليه اللي واقفه قدام النقابه قالوا لنا روحوا القسم اعملوا محضر. اتصلنا بالاسعاف عشان في محاميه وقعت على السلم وما اعرفش ايه اللي حصل لها. هي موجوده دلوقتي في مستشفى الهلال ودلوقتي في اكتر من 15 محامي ومحاميه في قسم قصر النيل بيعملوا محاضر ضرب وتعدي. واحنا قاعدين ضد مين بقى المحاضر دي تحديدا؟ ضد سامح عاشور نقيب المحامين، ضد عبد الجواد احمد عضو مجلس النقابه، ضد صلاح سليمان عضو المجلس، ضد محمد حمدان اللي كان موجود هنا وقال للناس طلعوا دين ابوهم. وخدنا رقم العربيه اللي البلطجيه ركبوها وثبتناها في المحضر وان شاء الله هيتعرض المحضر على النيابه بكره. واحنا معتصمين في النقابه عشان اللي حصل ده. القرار ده مخالف لقانون المحاماه بدءا من نص الماده 1 لنص الماده 79. وهو بيستند في القرار للماده 13، الماده 13 دي عباره عن 8 فقرات. 8 فقرات دول ما فيهمش اي شرط من الشروط الموجوده في القرار اللي هو اصدره. ما فيش طلب اوراق من دي خالص. كون ان هو يكون متمتع بالجنسيه المصريه والاهليه المدنيه الكامله ويكون حاصل على لسانس حقوق والفقره الاولى من الماده 14 ان هو لا يجوز ان هو يكون بيمتهن مهنه اخرى الى جانب مهنه المحاماه. اللي هو اصلا سامح عاشور نقيب المحامين مخالف لقانون المحاماه لانه ماسك رئيس مجلس اداره معهد التكنولوجيا رئيس مجلس اداره معهد التكنولوجيا في سوهاج الى جانب مهنه المحاماه وفي طعن مرفوع بكده دعوه مرفوعه بكده واوصت لجنه المفاوضين هيئه المفاوضين بتحويله لجدول غير المشتغلين من سنه 97 والدعوه دي محجوزه في مجلس الدوله لجلسه 19/2 واحنا جلستنا طعننا على القرار دوت ان شاء الله محدد ليه يوم الاحد جلسه يوم الاحد 8/1. الف شكر لحضرتك.